المستوى في المستوى في الريح وشرف في المغرب شرفنا وشرف المغرب اصبر 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 وديما مولوديه وان شاء الله نربح الماتشات الجايين ديما مولوديه ديما مولوديه ديما هادي اللهم لك الحمد وليدي مبروك علينا وليدي الله يشجعكم الله يزر سيدنا الله ينفنتهما تجاوبوا اللعبه اليوم عجبوني عجبوني انا تاتية ممتازه وجيت نتفرج مع ولادي هنايا الله ينصرهم الله ينصرهم عجبني الرساله ولا الدعاء اللي توجه للعبه ديال المغرب دابا الله يغطيهم من الرضا الله يفرج من الرضا الله يشجعهم ويعاودهم والله ينصر سيدنا والله ينصركم حتى انتم اللي قايلين بهذا الشيء الله ينصر عجبنا الحاله وليدي عجبنا الحاله الله يعجبنا الحاله المنتخب الوطني اللي فرحنا فرحه كبيره وشكرا كاع للناس اللي شجعت المنتخب الوطني وفيف لو ماروك توجور زوين عجبني بزاف زيد اتمنى ان شاء الله يخرجوا شي نهار 3-0 ونديو كاس العالم شنو نديو؟ كاس العالم ياك يجوك اللعاب زوينين بصراحه ياك شكون اللاعب اللي عجبك بزاف في هذا الماتش؟ حكيم شنو تبغي تقول ليه؟ شنو تبغي تقول للعابه؟ بغيت نقول ليهم الله يحفظهم زين مليح شكون اللي عجبك في الماتش؟ شنو اللي عجبك في الماتش؟ اشرف حكيمي كيجاوك اللعابه اليوم لعبوا مزيان؟ شنو تبغي تقولي لهم؟ مبروك عليكم ديما مغرب ديما مغرب ان شاء الله نتأهلوا ونزيدوا نتأهلوا ونزيدوا نتأهلوا حتى نوصلوا للفينال ونربحوا ان شاء الله وحنا فرحانين بزاف حدود العطلات فرحتوا المغاربه كاملين كنتمنى لكم التوفيق في المباريات المقبله ان شاء الله كيجاك الماتش كان رائع جدا كان الحماس ديال الجمهور فرحتونا كاملين شكرا حدود العطلات برافو عليكم شرفتونا ورفعتوا الضربه ديال المغرب كاس العالم الله ينوركم لعقبال كاس العالم ديال المغرب هذا العام هذا النهار ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيك الخير افرج لعبوا مزيان مزيانين شنو الرسالة اللي تبغي توجهها للاعبين ديال المنتخب؟ أعطيتهم الخير الله ينجحهم الله ينجحهم الله ينجحهم مبروك علينا على هذا الفوز الزوين والحمد لله عندنا فوز عندنا فرقة جميلة ولعبة كبار وديما مولودية وديما مغرب وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي